لذلك كل شيء يبقى مفتوح. البنا يشير لبداية أحداث، وبالتأكيد جهز فريق نحو استحقاقات كبيرة في المراحل القادمة. خطأ يحتسب نحو تاليسكا، تاليسكا عند الفرصة باليسرى قوية لكنها في يد الحارس. أول تهديد، أول فرصة كانت من جانب أندرسون. تبروزو البحث على الروس، عرضية حلوة وخطيرة باتجاه الغنرة لعناصر الرجاء. ولكسوت يحاول على جهة اليسار، صراع بدني، وبعد ذلك الكرة في الأخير تحولت إلى ربيع. العرضية داخل منطقة خطيرة وفرصة، لكن الإبعاد ماني يتدخل بروعة كبيرة من جانب ساديو ماني. شوف العودة من جانب ساديو ماني في المساندة الدفاعية. كرة القدم العربية وأيضا على مستوى القارة الأفريقية والآسيوية. خطأ يحتسب الحكم لرونالدو، خطأ لمصاعة رونالدو. الوضع مختلف بالنسبة للمصر مع تعاقدات مهمة. أولو يحصل على الإنذار الأول في هذه المباراة. الرجاء في هذه الأثناء لمسة لكن فيها تغطية تدخل، وبعد ذلك تحولت الكرة إلى ركنية. 18 دقيقة لعب في أمر تاليسكا، تمويه تاليسكا، تحضير لرونالدو، كرة يا إلهي، روعة 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 يا كريستيانو. الله الله، يا سلام على لقطة، على مهارة، على فن، على متعة، على كورة، على لمسة، على سحر، على بقى ماني. حلوة 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 التمريرات، وكرة خطيرة باتجاه رونالدو لكن الدفاع يتدخل. حلوة اللقطة الماضية بين تاليسكا فوفانا وساديو ماني. الكرة فيها تنام في مكان خطير عند المساحة، مر الغنام بتسديد كرة. يا ولد يا ولد يا غنام، الثاني للنصر بروعة كبيرة، هدف جميل جدا يا نصر بروعة روعة روعة. الظهير الأيمن مهاجم في هذه اللقطة، كنا في المباراة الماضية الغنام لكنها طالت عليه، وبعد ذلك إلى ربيع وإلى ركلة مرمى. نعم يصل كرة ماني، رونالدو، كريستيانو بكرة، لكن الحارس يتألق في ردها، في صدها، في إبعادها أمام كريستيانو. تسلل على رونالدو، تسلل تيريز يبحث عن كرة عرضية أخرى داخل منطقة بالرأس، بروعة كبيرة يا ولد. كرة يا نصر، فن يا نصر. على جهة اليمين رحيم، مرور جميل من جانب عبد الصمد بدوي بكرة عرضية لكنها بعد ذلك سهلة في يدي نواف العقيدي. لا باتجاه زريدة، محاولة رجائية خطيرة، هدف الرجاء بروعة كبيرة. كان العمل فني ولكن النهاية كانت مؤسفة للنصراوية من مادو، عمل رائع للرجاء في اللقطة الماضية. الشيء اللي راهن عليه الرجاء في مباراة الليلة، الأداء الجماعي بعد عمل كبير في اللقطة الماضية، هفوة قاتلة في لقاء. مروة كبيرة حلوة بجانب رونالدو، ساديو ماني مع بروزوفيتش، ولكن تغطية وتار بعد ذلك وعن الهجوم في شوط المباراة الثاني. تاليسكا عرضية متاحة وسجل هدف بينما قبل أكثر من هدف. كرة أمامية حلوة لكنها بعد ذلك سهلة، وتمرير في هذا المكان لا يمكن أن يضيع كريستيانو. خدع الحارس ووضع الكرة في الشباك مع ماني في قلب الهجوم. لمسة تصل بعد ذلك لمصاعة الرجاء، تغطية وتدخل محمود البنا الحكم الدولي المصري في شوط. في تشكيلة الرجاء، تغطية الرجاء على حدود منطقة الجزاء لكن تغطية وتدخل وتسديدة بعد ذلك لكنها مرت في محاداة القائم. كرة محمود بن تايك، الرجاء مرة أخرى في تهديد آخر لكن الكرة عن في البايرن اللي تقريبا بدون بصمة حقيقية. محاولة في التغطية ولا شيء في قرار الحكم في اللقطة الماضية لزرينا. زين باور أكثر من ذلك بالنسبة لنجوبة. غنام يحاول على جهة اليمين، تغطية وتدخل، خطأ يحتسب الحكم. طبعا مع كل التقدير العمل يكون فيه تقوم فيه الرابطة خطيرة لكن بعد ذلك باعت وفي الأخير إلى ركلة مرمى. نصر حلوة من جانب ساديو ماني، مرة ماني مرة ماني أمام، تغطية وتدخل وخطأ يحتسب الحكم لياسر التيران. سلام إن شاء الله لساديو في النصر العالمي. لمسة تصل مرة أخرى، تدخل عليه، يتحملون شوية جمهور وجهة نظر هؤلاء اللاعبين. هذا الفريق كثير مجموعة من التمريرات خلف مدافع حلوة للرجاء لكن الكنترول صعب في اللقطة الماضية. جميل اللقطة الماضية لي بعيد على ساديو ماني، حب يهدي لي زرهوني تمويه. الرجاء بأكبر عدد من اللاعبين، تسديدة ولكن الحارس يتألق في إبعادها. روعة الكرة الأخيرة جميلة من جانب نوفل، تاليسكا بالقدم اليسرى حطها مرة
استمرت في محاناة القائم. خطيرة اللقطة الأخيرة من ويحصل خروج من المرمى في التوقيت المناسب خطأ حسب الحكم. أظن أنه هذا المدرب زيمباور اتجاه بروسوفيتش، لكن التمريرة صعبة وبعد ذلك بعيدة في الأخير أمامية. الزرهوني داخل منطقة حطها الغنام، يتدخل خطيرة جميلة جميلة اللقطة الماضية.